كل من مر في الطريق الحزب في مناضلين والمناضلين يجب أن يتحملوا مسؤولية في التنظيمات وأن تعطاهم فرصة وأن يكون أصحاب القرار وبناء عليه يجب أن تكون القيادة السياسية في الحزب تلتزم بالقانون وبتطبيق القانون والصرامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أول اجتماع اللجنة التحضيرية لإعداد المؤتمر الخامس اللي غيكون في بداية شهر فبراير إن شاء الله. الآن بعد تحديد اللجنة التحضيرية سيتم اليوم تعيين نواب الرؤساء اللجان اللي كاينة خمسة اللجان، تعيين المقررين ووضع التصور العام الاستراتيجية اللي غتشتغل عليها اللجنة التحضيرية في أفق إعداد الوثائق المذهبية وكذلك لجنات الفرز ولجنات اللوجيستيك اللي غيشتغلوا حول إعداد لهذا المؤتمر واللي حنا بغينا يكون مؤتمر ديال المغاربة كاملين غنفتحوا ما نبقاوش منغلقين غير داخل البام غيكون مؤتمر للمغاربة كيفاش المغاربة كيشوفوا في البام وغادي نفتحوا ورشات جهوية اللي غتسمح للجميع يدخل ويشارك معنا في هذا المؤتمر. اليوم انعقاد اللجنة التحضيرية ديال المؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة في اول اجتماع ديالها مباشره بعد انعقاد المجلس الوطني اللي انتخبت فيه اللجنه التحضيريه، واليوم جدول الاعمال فيه تشكيل لجان وناقشوا بطريقه عامه لمنهجيه العمل ما قبل المؤتمر ان شاء الله. وكما تيبان لكم الحضور مهم وغيكون نقاش في المستوى ان شاء الله وفي اجواء الحمد لله سليمه، وهذا تيبين على الصحه الجيده ديال حزب الاصاله والمعاصره. شكرا. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.